الطاقة النووية حضرتك قلت لي هي طاقة سعرها رخيص إذا ما قورنت، يعني الكهرباء المنتجة منها إذا ما قورنت بالطرق التانية لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى أي مدى؟ الحقيقة إحنا دايماً لما بنيجي نقارن ما بين مصادر الطاقة المختلفة بنقارن من خلال تكلفة الكيلو وات ساعة. والحقيقة أستطيع بالجزم بأن طبعاً تكلفة الكيلو وات ساعة في الطاقة النووية هو قيمة مقارنة خاصة مع الطاقات الأخرى سواء من المولدة من الوقود الأحفوري أو حتى من الطاقات المتجددة. والحقيقة عاوز أقول إن الطاقات ومصادر الطاقة ما مش متعاندة، هي متساندة، يعني في علاقة تسندية بين جميع مصادر الطاقة، وكل دولة تبحث عن مزيج الطاقة الأمثل ليها، وكل دولة تبحث عن نسب الطاقة المتعددة. يجب تنويع مصادر الطاقة من أجل ضمان الموثوقية واستقرار الشبكة، يعني إحنا عشان نزيد من كمية الطاقة المتجددة في الشبكة ده بيؤثر على الاستابيليتي أو استقرار الشبكة. من أجل التكامل مع الطاقة المتجددة يجب إدخال عناصر أخرى في مزيج الطاقة. الطاقة النووية بتلعب هذا الدور، بتلعب الدور الهام جدا في المحافظة على استقرار الشبكة. هي قادرة على العمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. يمكن إحنا بننظر للشمس نجد أن الشمس تشرق وتغرب، الرياح تهب وتسكن، لكن الطاقة النووية طاقة متواجدة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. هي صاحبة أعلى معامل سعة، حاجة اسمها كاباسيتي فاكتور، ده بيقاس به كمية الإنتاج الكهربية من أي محطة، صاحبة أعلى معامل سعة على مستوى العالم، يصل إلى أكثر من 90%، يصل إلى 93%، مقارنة بجميع الساعات الأخرى. يمكن لما ننظر للطاقة الشمسية نجد معامل الساعة في حدود 20 لا يزيد عن 25%، طاقة الرياح معامل الساعة 40% 42%، لكن لما ننظر إلى الطاقة النووية معامل الساعة بيصل إلى أكثر من 90%، 93% و95%. فجميع الطاقات متكاملة مع بعضها، ومن المهم بمكانه تنويع مصادر الطاقة والبحث عن المزيج الأمثل. أما السعر فإحنا بنجي نتكلم على مقارنة الأسعار، إحنا بنتكلم على محطة عمرها 60 سنة يمكن مده إلى 80 سنة، في حين المحطة التقليدية بيكون عمرها من 25 إلى 30 سنة. فبالتالي لما نيجي نقارن التكلفة الابتدائية، وده دايما بيؤخذ في الحسبان، يعني بنلاقي دايما يقارن التكلفة الابتدائية. التكلفة الابتدائية احنا بنتكلم على محطة عمرها يصل إلى 100 سنة، 60 سنة يمكن مده ل 80 ثم مده ل 100، ومحطة 25 سنة إلى 30 سنة. فبالتالي التكلفة الابتدائية عند الأخذ في المقارنة بتبدو إن المحطة النووية دي يعني غالية بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى. أيضا تكلفة الوقود، احنا بنتكلم على إن تكلفة الوقود في المحطات النووية لا يمثل أكثر من 5 إلى 10% من تكلفة كيلو وات ساعة. في حين ان المحطات الاحفوريه بتعتمد على الغاز او البترول او خلافه، دي بنجد ان تكلفه الوقود فيها بيصل الى 60 ل 70%، وهناك فلكتويشنز يعني تذبذب شديد في اسعار الوقود. حتى الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، انا كما اوضحت لحضرتك الشمس تشرق وتغيب والرياح تهب وتسكن، فبالتالي لا تستطيع انك انت تحصل على الطاقه طبقا لتغير الاحمال عندك، وبالتالي يجب ان تكون هناك عندك مصادر اخرى للطاقه تعمل كبيز لود يونت او تعمل على الحمل الاساسي، وظيفتها حماية الاستقرار والاستابيليتي في الشبكة، وظيفتها زيادة الموثوقية أو الانرجي سيكيورتي الخاصة بالشبكة الكهربية. فما فيش شك أن كل المصادر تتكامل. الطاقة النووية ليست مصدر فقط لإنتاج الكهرباء، وإنما أنا أوضحت أن المحطات النووية بتلعب دور كبير جدا في الاقتصاد. لا يمكن لأي دولة مهتزة سياسيا أو مهترة اقتصاديا أنها تبني محطة نووية بيستمر بناء 10 سنوات، فده بيؤدي إلى الثقة في الاقتصاد. لا يمكن لأي دولة أنها تستطيع إدارة مشروع نووي ما لم تملك الكوادر البشرية القدرة على الإدارة، ده بيدي ثقة في الدولة. أيضا توفير مصادر الطاقة الأحفورية والمصادر الأخرى لاستخدامات زي الاستخدامات البيكوكيميائية، يعني احنا بقول أن محطة الضبع النووية تستطيع توفير ما يعادل 7 مليار متر مكعب من الغاز، 7 مليار متر مكعب من الغاز، كل ده تستطيع أن توفره محطة الطاقة النووية. تستطيع تجنب يعني انبعاث 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. أنا مش عاوز أقول كمان أنا بتكلم على الأحمال البيئية بقى. طبعا، لأن هنا في بعد بيئي بيدخل معانا، في بعد تكنولوجي بيدخل معانا، في بعد صناعي بيدخل معانا، في بعد ثقة في الاقتصاد بيدخل معانا. فالحقيقة المحطة النووية من وجهة نظر الاقتصاد هناك جدوى اقتصادية لإنشاء محطة نووية، وهناك دراسات اقتصادية بتحدث بصفة مستمرة. يعني إحنا في بداية كل عام بنحدث الدراسة وعندما تتطلب الأمور بنحدث الدراسة الاقتصادية للمشروع النووي للتأكد من جدواه الاقتصادية. لكن المشروع النووي يجب عدم النظر إليه كمشروع فقط لإنتاج الطاقة الكهربية، وإنما هو قاطرة بتجر الصناعة، بتدخل صناعات جديدة، بترفع مستوى الصناعة ومعايير الجودة في الدولة، بتدخل تكنولوجيات جديدة، بتعطي ثقة في الاقتصاد، بتعطي ثقة في الدولة، بتؤكد الريادة للدولة المصرية في هذا المجال. فالأبعاد أكبر بكثير من البعد الاقتصادي أو البعد البيئي أو البعد التكنولوجي، هي أبعاد متعددة بتخدم عليها وتعمل على تحقيقها المحطة النووية.